من الشمال بين القلاع والجبال في تبوك بدأ إبراهيم بن عاصي شغفه من 22 عام في قصة من خيال. بطلها خيال أنشأ مشروع اسطبل للخيول ومدرسة فروسية تستقبل الزوار وتمنحهم تجارب حية تتناقل من جيل لجيل بين الخيل والهيل، وقرية تراثية بيوتها طينية ومتحف يضم مجموعة من القطع الأثرية. أصبح اليوم أحد أهم الوجهات السياحية.